هاي، برحب فيكم بحلقة الأسبوع من فولو فوكس اللي راح تكون مليئة بالأحداث الفنية والثقافية والأفلام الجديدة اللي نزلت بصالتنا واللي بتحمل قائمة كبيرة من أبرز نجوم السينما العالميين والأكثر شهرة. كرمال هيك ما راح نطول عليكم أكثر، إنما خلونا نفتتح قسمنا الأول نيو ريليسز مع الفيلم اللبناني يلا عقبالكم. يلا عقبالكم، كم مرة سمعتوها هالكلمة بحياتكم وكم مرة قلتوها؟ هلا فيلم جديد كوميدي اجتماعي رح بيلقي الضوء على موضوع بيطال كل النساء العازبات ونظرة المجتمع لهالفكرة، حيث رح نتعرف على قصة أربع نساء بمنتصف العقد الثالث من عمرهن لازالوا عازبات عم بيعيشوا بتوتر وانزعاج دايم من نظرة المجتمع الشرقي المتخلف لكل امرأة ما تزوجت وتقدمت شوي بالعمر. يلا عقبالكم هو فيلم لبناني جديد يضاف على اللائحة السينمائية اللبنانية من كتابة الممثلة نبال عرقجي وإخراج إلي خليفة، كما بيشارك بها العمل إلى جانب نبال عرقجي مروى خليل، بديع أبو شقرة، ندى أبو فرحات، ماريو باسيل، جوليا قصار، شربي الزيادي، دارين حمزة، والممثلين أيمن قيسوني ودرة كضيفي شرف، اللي اجتمعوا كلهم بصالة سينما سيتي بأسواق بيروت ولحضور العرض الأول منه بمشاركة عدد من الوجوه الفنية والإعلامية والاجتماعية. كيف كانت أجواء هالبريمير؟ شوفوا معنا. بتعمل العزبة عم تفتش على عريس، لشو الزواج؟ وين مخبي وجه الناس؟ كلهم رح يسألوني ليش بنتك اللي صارت قد الجحشة وبعد ما تجوزت، لا، لا ماما بشرفك كل يوم دراما هيك؟ قديه سمول يعني؟ قديه سمول؟ قديه سمول؟ لا لا لا, لا. قديه صار لك معهم؟ سنة؟ سنتين؟ ما حلك تفهم انه ما بده شي سيريس الزلمة؟ اه سنة بيجي من مصر على بيروت كل ويك اند، مانو سيريس؟ حبيبي ان شاء الله، بس خلينا ما نكلمش في الموضوع ده دلوقتي، اوكي؟ ما تزعليش. راضية؟ ابدا، بس يلا، امرك لله. ليان شعراتك كثير حلوين، شو مغيرة فيهم؟ ماشي، زيتين شوي. شادي شو عم تعمل؟ فادي حياتي حبيبتي، انا ماني مثلك. مثلي؟ كيف مثلي يعني؟ يعني ما بنام مع واحد صار لي 2.5 معركاني. على قليل بتربحي وقت حبيبتي. قطع حملي عم شي حياتي. مش طايقته. مينو هيدا؟ الفيل اللي عندي. عندك مغناطيس للمجدين، مين ما بقول لك تشفت تقولي له مش. ليان خلينا نكون واضحين، لا انا حاترك مرتي كرمال حدا ولا هو حيترك مرته كرمالي. بدي انا بدي اولاد، بدي شخص صدري ان شاء الله يمسح الارض. ما في غير بتقلي روقي وانطري وحاتركها. على مين عم تضحك؟ نحن منفصلين بس بعدنا عايشين سوا.
نحن منفصلين بس بعدني بسافر مع مرتي. لا احلى وحده، نحن منفصلين بس لسه بنظهر على كل الدهرات سوا. لا لا فيها، نحن منفصلين بس ما حنطلق كرمال الاولاد. كيف المنفصلين؟ فاجأ الممثل الإيطالي أندريا دي ستيفانو الوسط السينمائي بقيامه بإخراج وكتابة سيناريو فيلم عالمي مع نجوم عالميين بعنوان إسكوبار بارادايس لوست، بعد أن عودنا على كونه مجرد ممثل أدوار ثانوية بأفلام ومسلسلات إيطالية. واللي جعل دي ستيفانو يقرر الانتقال إلى وراء الكاميرا قصة حقيقية خبروا إياها صديق شرطي، تحكي عن رجل طلب منه بابلو إسكوبار أنه يخفي له كنزه قبل ما تعطى الأمر بقتله، مع العلم أنه بابلو إسكوبار هو أكثر رجل مكروه ومحبوب بالوقت ذاته بأمريكا اللاتينية بسبب كونه تاجر مخدرات من الطراز الأول من جهة، ومنقذ الكولومبيين وبطل من جهة أخرى، حيث دافعوا عنه وحثوه على خوض غمار السياسي. لكن رغم أنه بطل الفيلم هو شخصية حقيقية، إلا أنه الفيلم منه سيرة ذاتية تقليدية مثل اللي عم نشوفها حاليا بهوليوود، بل هي مجرد تركيز على حياة إسكوبار بعد انتهائه من مسيرته الإجرامية وتحوله سيد بجنة خاص فيه وسياسي ساعد شعبه قبل ما يدخل السجن ويتابع أعماله من داخله. كما بيركز الفيلم من ناحية أخرى على الشاب نيك اللي بيقع تحت سحر الطبيعة والشواطئ الذهبية والأمواج العالية بكولومبيا، وخاصة الصبية المثيرة ماريا الناشطة بمجال الأعمال الخيرية اللي بتكون قريبة إسكوبار. إسكوبار بارادايس لوست هو ثريلر ممزوج بالرومانس من بطولة النجم بينيسيو ديل تورو اللي بيأدي للمرة الثانية بعد تشي جيفارا عام 2008 شخصية حقيقية مؤثرة من أمريكا اللاتينية، بالاشتراك مع كلوديا تيرزاك وجوش هاتشرسون. كمان منشوفه سوا. Everything's going to be fine for us. I know. You're as guilty as I am. You said I was like a son to you. Unfortunately, there are laws of nature. And once they take control, you have to accept them. No one escapes Pablo Escobar. وأيضا مع البيوغرافي موفي The Theory of Everything اللي بشكل منافس رئيسي بموسم الجوائز بعد الإعلان عن ترشيحه لأربع جوائز جولدن جلوب من خلال رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، وتمثلت الترشيحات اللي حصل عليها فيلم السيرة الذاتية بأفضل فيلم درامي، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل أداء درامي للممثلة فيليسيتي جونز، وأفضل أداء درامي للممثل إيدي ريدمين واللي قد فاز فيها. The Theory of Everything بيحكي قصة غير تقليدية لأحد أعظم العقول اللي لا تزال على قيد الحياة حاليا، وهو عالم الفيزياء الفلكي ستيفن هوكينج ليقع بحب زميلته بكامبريدج جين وايلد. فبينما كان بال21 من عمره متمتع بشبابه وصحته ونشاطه، بيكتشف هوكينج أنه مصاب بمرض عضالي مفجع، لكن زوجته جين ترفض التخلي عنه وبتوقف إلى جنبه بلا كلل، حيث بينطلق ستيفن بأكثر أعماله العلمية طموحا وهو دراسة الوقت، فبيحارب إلى جانب زوجته الخلافات المستحيلة وبيكتشفوا أرض جديدة بالطب والعلم وبيحققوا أكثر مما كانوا بيحلموا. The Theory of Everything فيلم مقتبس من مذكرات زوجته جين هوكينج اللي بتحمل اسم Traveling to Infinity My Life with Stephen، وهو من إخراج الفائز بجائزة الأوسكار جيمس مارش. It's called motor neuron disease. Life expectancy is 2 years. I want us to be together for as long as we've got. It'll affect everything. You don't realize what lies ahead. This is going to be a very heavy defeat. But I love him, and he loves me.
We're going to fight this illness together. Good luck. Why? I'm okay. So, this black hole at the beginning of time. Brilliant. Brilliant, Steve. Well done, Doctor. He has pneumonia. The only way he will survive would be to give him a tracheotomy. He will never speak again. Yes, he will. My name is Stephen Hawking. It's American. Is that a problem? It has been a great joy to watch this man defy every expectation, both scientific and personal. There should be no boundaries to human endeavor. However bad life may seem, while there is life, there is hope. Thank you. Sorry, did you say something? I said thank you. لكل اللي بيتذكروا الرواية الشهيرة مادام بوفاري، اليوم فيلم جديد بيرجع لنا الذكرى إلى عالم الكتب والروايات القديمة اللي أثرت فينا بعنوان جاما بوفاري. وبيحكي الفيلم قصة مارتن البريز السابق اللي بحب الأثرياء ومتأثر جدا بالكاتب الشهير جوستاف فلوبير وروايته، وعايش بقرية نورمان أو النورماندي حيث بيشتغل كخباز. لكن تغيير بسيط راح بيدخل على حياته وهو مجيء كابل انجليزي للاستقرار باحدى المزارع المجاوره له، واللافت انه اسماء الزوجين هو تشارلز وجيما بوفاري، والاهم انهم ايضا متاثرين جدا بشخصيات وابطال فلوبير. جيما بوفاري هو كوميدي دراما ورومانس موفي بطولة فابريك لوتشيني، جيما أرترتون وجيسون فلامينغ، إخراج آن فونتين. La même où Flaubert a écrit son chef-d'œuvre. Moi je préfère la princesse de Clèves. Moi je la veux Titi. J'aime mieux que tu te drogues plutôt que d'entendre des conneries pareilles. Les gens ils pensent que la vie à la campagne c'est merveilleux, mais il y a énormément d'antidépresseurs à la campagne. Oui. Oui, ou alors il y a le calva. Vous voulez goûter? It's strong. It's calva. بدأ التصنيف الجديد لأفلام عام 2015، أي أفلام استمرت بالتوب 10 بالشهر الأول من العام الجديد، وأي أفلام قدرت تثبت حالها بنسبة إيرادات عالية، نتعرف عليهم. نبدأ مع المركز العاشر بالتوب 10 انترناشونال موفيز، ومع فيلم وايلد اللي مستمر بالتوب 10 بعد أن سجل 6 ملايين دولار. ننتقل للمركز التاسع اللي احتلوا فيلم جامبلر، وهو فيلم جديد بيدخل التوب 10 بعد أن سجل حوالي 8 ملايين دولار. The Hunger Games بيتراجع إلى المركز الثامن مع 9 ملايين دولار، وصار حاصد حوالي 325 مليون دولار منذ بدء عرضه. Everyone who's watching to lay down their weapons now. You're alive. P-Day is the Capitol's weapon, the same way you're ours. You will rescue PETA at the earliest opportunity, or you will find another Mockingjay. Imitation Games بيحتل المركز السابع مسجل 33 مليون دولار. We're short on staff. We get more staff then. You have 6 minutes to complete the task. It's not even possible. No, it takes me 8. 5 minutes and 34 seconds. You said to do it in under 6. What is it that we're really doing? We're going to break an unbreakable Nazi code and win the war. Oh.
You know, to pull off this irascible genius routine, one actually has to be a genius. I'm designing a machine that will allow us to break every message, every day, instantly. You're going to need all the help you can get, and they are not going to help you if they do not like you. Have you decrypted a single German message? You will never understand the importance of what I am creating here! Our patience has expired. No! If you fire Helen, well then you'll have to fire me. Me too. And me. It better bloody work. Helen, you do not have to do this alone. What are you doing? What's going on? The Navy thinks that one of us is a Soviet spy. You've got more secrets than the best of them. What if I don't fancy her in that way? Can't tell anyone, Helen. It's illegal. I'm just a mathematician. Sometimes it is the people who no one imagines anything of who do the things that no one can imagine. تابعين مع المركز السادس وفيلم آني لما زال مستمر بقوة وقد حقق هالأسبوع 13 مليون دولار كما صار مسجل أكثر من 74 مليون دولار كمجموع إيرادات منذ انطلاقه بالصليط. ساندي wait stop why are you running it gets me places quicker little kids Will, this is really going to help your race for mayor. She's a foster kid from Harlem. I'm here on behalf of Will Stacks, and he would like to take Annie out for lunch. You can keep me as long as you want. She's kidding. So what's the hustle? The more we're seen together, the better it is for my campaign. I bet if I moved in with you, you'd become president. You're not really thinking about doing this. Whoa. So this is what it's like living with a billionaire? The worst thing in the world you can get is a little taste of something good because it never lasts. And from then on out, the only thing that you can taste is not that taste. Huh? Do something nice for Annie, not just for the press. You get air sick? I've never been in the air before. I threw up on the swings once. Made you something. That's me. And that's you. Your secret's safe with me. That you care. It's a miracle. We found her parents. We think so. Well, hey, this is a joyous occasion. The sun will come out tomorrow. Bet your bottom dollar that tomorrow. We're gonna be okay, Sandy. There'll be sun. The sun will come out tomorrow. So you gotta hang on till tomorrow. Come on, man. Where did this city get so musical? Sometimes what you're looking for is right in front of your face. Hey, Mr. Will Stacks. Look for me, Colleen Hannigan. And like me on Facebook. I don't like you in Harlem. Why would I like you on Facebook? You think you're better than me? I do think I'm better than you. Top 5 كان من نصيب في Night at the Museum مع 17 مليون دولار. Kiss my staff. Oh, is it okay if I don't? Everyone is back. Ben Stiller. There's something wrong with the tablet. Huns don't hyperventilate. Robin Williams. Hey, Teddy, good man having a crisis. Our very survival is at stake. Are you serious? Ricky Gervais. Do not compute. Owen Wilson and Steve Coogan. I should like to comment. What are you gonna say? Al. O. Laugh out loud. Yeah, that's what I did. We have Dexter the monkey. You can't ambush me with that kind of cue. All of them are joined by exciting new characters. Dan Stevens from Downton Abbey. Sir Lancelot, at your service. Theodore Roosevelt, President of the United States of America. I have no idea what that means. Rebel Wilson. That must be wicked being a security guard in America. With your gun, with a silencer. With your ninja swords. That's not even a little bit true. Sir Ben Kingsley. Could you take a look at that tablet? No. I'll kiss your staff. Too late. And finally, there's La, the Neanderthal, played by Ben Stiller. Yes, we look similar.
Dada. No, no, I'm not your Dada. No touching. Stop it. It's on a scope that is completely beyond the other two movies. Where the heck are we? Oh, Pompeii. This is the last roundup! We must never speak of what happened here today. Come on! That wasn't... توب فور احتلوا فيلم جديد أيضا بعنوان The Woman in Black 2 بعد أن حقق حوالي 17 مليون دولار. Into the Woods ما زلنا عم نشوفه بالمركز الثالث مسجل 23 مليون دولار. The witch from next door. What's wonderful about Into the Woods is that I wish you have a combination of all the most famous fairy tales. More than jewels. In this one story. Cinderella. I wish. Jack and the Beanstalk. Little Red Riding Hood. More than life. Rapunzel. It incorporates all of those stories. I wish. Yet within a fresh, brand new story. More than anything. More than the moon. I wish. You wish to have the curse reversed? Go to the wood! All these characters go into the woods to get their wishes, and you see how far will they push it to get what they want. And they end up trying to outdo each other. But she did. Yeah, but she might have but done. But she didn't. But she might but have she done. Didn't. When we set out to write this story, we wanted to do something that was fun. What's so beautiful about this piece, it's not just a musical, it's not just a comedy, it's not just a drama, it's all of those things interwoven. The great joy of this was getting to work with such a huge ensemble, such a great cast. It's a lovely cast, and we were very lucky to get the right people for the right roles. What is it you wish? It's not what I wish, it's what you wish. Rob Marshall really is amazing. He has such a musical sensibility. He actually has a percussive sense of the movement of the piece, almost like a conductor. His approach is very pure, and he's out there to make something beautiful. He's the real thing. Nobody ever gets a chance to play this kind of heightened reality, fantasy, fairy tale, married to a beautiful, beautiful score. Stay with me, the world is dark and wild. It's a large orchestra and it sounds great. And when it's in a theater, it's going to sound pretty lush and spectacular. I think Stephen Sondheim is the greatest living composer we have. It's like the great material matching our great actors. When those two things come together, it's sort of just amazing. These characters have to figure out how to deal with their emotions, their selfishness, their disappointments, everything that it means to be human. Maybe I shouldn't have strayed from the path. Maybe I shouldn't have attended the ball. I was raised to be charming, not sincere. The woods really lure all of these characters to discover what they really want in life. The theme very much is careful what you wish for. You should just look at what you have rather than what you want, because the repercussions of that can be quite dangerous. Unbroken أيضا محافظ على مرتبته ومسجل هالأسبوع حوالي 24 مليون دولار. Inbound 4 o'clock low. The light will always follow darkness. Keep going the way you're going, you'll end up as a bum on the street. You train. You fight harder than those other guys. And you win. You can take it. You can make it. You can do this, Lou. You just gotta believe you can. Pop does. Ma does.
I do. Louis, a moment of pain is worth a lifetime of glory. We're gonna die out here. We're not dying! I hear good news and bad news. Who is the Olympic athlete? Don't look at me. Hello, mother, father. This is your Louis talking. I am now interned in a Tokyo prisoner of war camp. I can't say this. What it says about America, it's not true. This man must be taught respect. Each prisoner will teach him this lesson. He used to think that I could do anything, that I was better than I am. Who says you're not? If you get me through this, I swear I'll dedicate my whole life to you. I can take it, I can make it. Stay down. If he drops it, shoot him. أما التوب 1 فاحتلوا فيلم The Hobbit Battle of the Five Armies مسجل أكثر من 28 مليون دولار كمجموع إيرادات نهاية هالأسبوع. Now we defend it. I came to reclaim something of mine. This was the last move in a master plan. A plan long in the making. These bats are bred for one purpose. For war. Leave Sauron to me. Bilbo is right. You cannot see what you have become. Everything I did for them. If you started this, you will forgive me if I finish it. When faced with death, what can anyone do? I will not hide. But others fight our battles for us! You have but one question to answer. How shall this day end? بريك وان نرجع من كفي باقي فقراتنا لليوم. ننتقل مشاهدينا إلى قسم توك أوف ذا تاون لنتعرف على الحدث الأهم اللي صار الأسبوع الماضي على المستوى السينمائي، وهو الإعلان عن الفائزين بجوائز الجولدن جلوب، حيث ألق فيلم بوي هود وعدد من نجمات هوليوود. أسدل الستار على حفل 72 لتوزيع جوائز الجولدن جلوب بفندق بيفرلي هيلتون بمدينة لوس أنجلوس، حيث نال فيلم بوي هود 3 جوائز، هي أفضل فيلم عن فئة الأفلام الدرامية، وأفضل مخرج لريتشارد لينكليتر، وأفضل ممثلة مساعدة لباتريسيا أركات، وفاز ذا جراند بودابست أوتيل بجائزة أفضل فيلم عن فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية.
وعن فيت الأفلام الدرامية، حصد أدي ريدمين جائزة أفضل ممثل عن دوره ب The Theory of Everything، وفازت جوليان مور بجائزة أفضل ممثلة عن دورها بفيلم Still Alive. بالمقابل عن فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية، حصد مايكل كيتون جائزة أفضل ممثل عن دوره ببيرد مان، وفازت إيمي آدمز بجائزة أفضل ممثلة عن دورها بفيلم Big Eyes. أما جائزة سيسيل بي دوميل التكريمية فكانت من نصيب النجم جورج كلوني اللي كانت كلمته تضامنية مع مجلة شارلي إبدو، بالإضافة إلى توجهه بكلمة رومانسية لزوجته أمل علم الدين. Listen, it's a humbling thing when you find someone to love. Even better if you've been waiting your whole life. And when your whole life is 53 years, you know, you, Amy, start the jokes. Amal, whatever alchemy it is that brought us together, I couldn't be more proud to be your husband. And just... وحضر الحفل عدد من النجوم العالميين مثل هاريسون فورد وزوجته والنجم جورج كلوني وزوجته أمل وإيمي آدمز وروزاموند بايك وأميلي بلانت وجوليا لويس دريفوس ونومي واتس علاوي اللي وقفوا أمام حشود المصورين لالتقاط صور خارج فندق بيفرلي هيلتون. وكذلك تم الإعلان عن أسماء المرشحين لنيل جوائز البافتا، أسماء النومينيز بهاري بورت. من مقر بيكاديلي الرئيسي بلندن تم الإعلان الأسبوع الماضي رسميا عن الأسماء المرشحة للجائزة السينمائية الأغلى ببريطانيا، وهي جوائز الأكاديمية البريطانية المعروفة بجوائز البافتا. وكانت مفاجأة من العيار الثقيل لما أعلن الممثلين ستيفن فراي وسام كلافن عن تصدر فيلم ويز أندرسون الأخير The Grand Budapest Hotel ترشيحات جوائز الأكاديمية البريطانية المعروفة بجوائز البافتا مع 11 ترشيح. بالمقابل كان متوقع أنه يترشح الفيلمين الإنجليزيين The Theory of Everything و Birdman لعشر جوائز، ونال فيلم The Imitation Game 9 ترشيحات وكلمة Boyhood و Whiplash 5 ترشيحات. من المنتظر أنه يتم عقد الحفل الكبير لتسليم الجوائز ب 8 فبراير القادم بدار الأوبرا الملكية بالعاصمة لندن، ليسبق حفل توزيع جوائز الأوسكار مع اختيار النجم ستيفن فراي أيضا لتقديم الحفل، لتكون هيدي المرة العاشرة له بتاريخ البافتا. So finally, of course, the nominations for best film, and they are Birdman, Boyhood, The Grand Budapest Hotel, The Imitation Game, and The Theory of Everything. Thank you all very much. Thank you. وأيضا من جهتها أعلنت 20th Century Fox عن مواعيد إطلاق أبرز أفلامها لبدأ العمل عليهم. شو هي أبرز أفلام الشركة الرائدة بمجال الإنتاج السينمائي؟ نتعرف عليهم بهالتقرير. كشفت شركة 20th Century Fox عن مواعيد إطلاق أبرز الأفلام اللي بدأت إنتاجها، وهي جامبت اللي بيأدي دور البطولة فيه شانينغ تاتم والمتوقع إطلاقه ب 7 أكتوبر من العام 2016، والجزء الجديد من سلسلة أفلام X-Men اللي بيحمل عنوان X-Men Apocalypse وراح يتم إطلاقه ب 27 مايو 2016 أيضا. كما نحن بانتظار إطلاق فيلم Taken 3 المرتقب عرضه الأسبوع المقبل. Kim's doing okay? Yeah, seems like the usual, Kim. Lenny! Lenny? Sir, back away now! I didn't do this. Put your hands up, now! Suspect's name, Brian Mills. 21, he joins the army. At 23, he joins the special forces. He's a trained sniper. An explosives expert. No service record, no discharge record, nothing. This guy right here, he knows how to disappear. Listen carefully, Kim. Something terrible's happened to your mom. Dad, what's going on? Don't trust anyone. Fold down your hands. There are things I've done in my life, and I was always ready to face the consequences.
to protect my family. What do you know? What I know is soon everyone you love will be dead. What's your first priority here, Inspector? My job is to bring you in. My first priority is to protect the only one I have left. What are you going to do? I'm going to finish this. If you go down this road, the LAPD, the FBI, the CIA, they're all gonna come for you. They'll find you, and they'll stop you. Good luck. بالإضافة إلى فيلم The Fantastic Four اللي راح بينعرض ب 7 آب من عام 2015، مع العلم أنه أعلنت الشركة عن جزء تاني من الفيلم المذكور ومن المتوقع إطلاقه ب 2 حزيران 2017. أما الجزء الثالث من سلسلة أفلام Planet of the Apes اللي ما زال من دون عنوان واللي كان متوقع إطلاقه بالعام 2016، فقد تم تأجيله إلى 14 تموز 2017. كما حدد موعد إطلاق فيلم Assassin's Creed ب 21 ديسمبر 2016 والفيلم الموسيقي The Greatest Show on Earth للممثل هيو جاكمان ب 25 ديسمبر 2016 ومايك أند ديف نيد ويدينج ديتس ب 29 يوليو 2016 وThe Mountain Between Us ب 10 فبراير 2017. مثل كل أسبوع عنا محطة أخيرة مع آخر أخبار النجوم من الأعمال اللي بدأوا التحضير إلى وصولا إلى حياتنا الخاصة واليومية، ووقفتنا الأولى بهالإطار مع الممثل الرائع سيلفستر ستالون اللي كشف أنه عم يستعد حاليا لتأدية شخصية روكي بالبوا للمرة السابعة على الشاشة الكبيرة بفيلم عنوانه كريد رح يتولى إخراجه رايان كوغلر. بهالفيلم رح نرجع نشوف روكي اللي مهمته هالمرة تدريب حفيد أبولو كريد اللي بيقوم بدوره الممثل مايكل بي جوردن. يذكر انه العام 2016 رح يكون حافل بالنسبة لسيلفستر ستالون حيث رح يتم اطلاق الجزء الرابع من The Expendables 4 ورامبو بعنوان رامبو لاست بلود اضافة الى كريد. اما هالعام فرح نشوف الممثل بفيلم سكاربا المقتبس عن قصة حياة رجل العصابة والمخبر غريغوري سكاربا. بعد مرور حوالي سنة على انفصال النجمة كيتي بيري وجون ماير ودخولهم بعلاقة غرامية مع المنتج ديبلو، التقت النجمة حبيبة السابق مجددا ببيفرلي هيلز نهاية الأسبوع الماضي، والتقطت عدسات الكاميرات صور لبيري وجون خلال حفل عشاء. وأكد أحد المقربين منهم أن الثنائي أمضوا الأمسية بمنزل صديقة مشتركة إلهم وحاولوا قدر الإمكان إبقاء مسافة بيناتهم تجنبا لعدسات المصورين. وبعد العشاء غادرت كيتي بمفردها بسيارتها الخاصة كما غادرت جون بمفرده أيضا، لكنهم عادوا واجتمعوا مجددا بمنزلها القريب وأمضوا الليلة سوا. يذكر أن علاقة كيتي بيري وجون ماير بدأت عام 2012 ومتوقف منذ ذلك الحين عن الافتراء ومن ثم العودة حتى انفصلوا نهائيا بشهر فبراير 2014. أثارت النجمة العالمية مايلي سايرس جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت صورة جديدة إلى وهي جلسة أمام طاولة تتناثر عليها أدوات مختلفة لتعاطي المخدرات. ووفقا لصحيفة الديلي ميل البريطانية فأن الصورة قام بالتقاطها أحد المتواجدين مع سايرس خلال تسجيل أغانية الجديدة بلوس أنجلوس ب 26 كانون الأول الماضي. وقد اختلفت الآراء والتعليقات حول الصورة، فالبعض اعتبر أن حرة بتصرفاتها الشخصية، أنه هالمغني اللي طالما عرفت من خلال مسلسلات ديزني لازم تتحكم بإطلالتها وأفعالها بالعلن. من جهة أخرى يبدو أن النجمة العالمية سيلينا غوميز قد تخطت حبيبها السابق جاستن بيبر ونسيت حتى مين بيكون. داولت وسائل الإعلام العالمية زيارة النجمة سيلينا غوميز بدبي مؤخرا وعم بتركز حاليا على الوقت اللي عم بتقضيه سيلينا برفقة رجل أعمال عربي بعيش بالإمارات ويدعى حارث بكداش، وعن سؤالها رددت وهي وعم تضحك وقالت جاستن بيبر
مين هو جاستن بيبر؟ وبحسب موقع ميرور الأمريكي فإنه بكداش اللي بيبلغ من العمر 29 عام عمل سيلينا اللي بتبلغ 22 عام كأميرة مدللة وجعلها تضحك طوال أيام الرحلة فكانت إجازتها هي الأجمل. كما تردد أنه بكداش هو من قام بالتخطيط لرحلة سيلينا حيث تطورت علاقتهم بسرعة كبيرة، ولكن في ظل تكتم الطرفين على الموضوع تبقى العلاقة بطور الشائعات، خاصة أنه نشر موقع ديلي ميل بريطاني صور لسيلينا برفقة شاب بوسن الجنسية يدعى هوفنهايم سيجات ساليهوفيتش، وقد بدت غوميز أيضا سعيدة برفقته. يذكر أن غوميز تعرضت لانتقادات لاذعة بسبب نشر صورة إلها على حسابها الخاص بإنستغرام، حيث كانت عم تتميل أمام الكاميرا مظهرة كحلة أمام مسجد الشيخ زايد بمدينة أبو ظبي. الخبر الأهم لعام 2015 هو دخول النجم الشقرة كاميرون دياز القفص الذهبي. تفاصيل الزواج بهالتقرير. بعد مرور فترة قصيرة على الخطوبة اللي عقدوها بالسر، تزوج الثنائي كاميرون دياز وبنجي مادن ليلة 2-5 ديسمبر بمنزل العروس ببيفرلي هيلز، وحضر حفل الزفاف حوالي 100 شخص منهم ريز ويذرسبون وغوينيث بالترو والشبينتين درو باريمور ونيكول ريتشي وزوجة جويل شقيق بنجي التوأم. وكانت التحضيرات لهالزفاف قد بدأت منذ صباح يوم الاثنين بمنزل كاميرون اللي عم بتواعد بنجي منذ 8 اشهر، حيث رصدت الكاميرا خيمة بيضاء كبيرة نصبت بالفناء الخلفي بالإضافة إلى شاحنة تحتوي على بقات من الورد البيضاء. وأكد شهود عيين أن التدابير الأمنية كانت صارمة لأن العروسين أرادوا المحافظة على سرية الحفل وخصوصيته. يذكر أن كاميرون دياز البالغة من العمر 42 سنة كانت ضد فكرة الزواج والارتباط بشخص لمدى العمر. بعد مرور حوالي سنة على بدء علاقتهم العاطفية، أقدم النجمين العالميين تشارلي ثيرون وتشون بان على خطوة مهمة بحياتهم وهي الخطوبة استعدادا للزواج. وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أنه بان عرض الزواج على ثيرون البالغة من العمر 39 عام خلال قضاء إجازة رومانسية بالعاصمة الفرنسية باريس. وقال مصدر مقرب من الطرفين أنهم قرروا الانتقال بعلاقتهم إلى مستوى جديد وهن مخطوبين وملتزمين بالرغم من أنهم لا يضعوا خواتم خطوبة. يشار إلى أن ثيرون وبان على علاقة منذ كانون الأول 2014 وبتربطهم صداقة قوية عمرها 18 سنة. يذكر أنه هالزواج هو الأول لثيرون بينما الثالث لبان ابن ال 53 عام، حيث تزوج سابقا من النجم العالمي مادونا ومن روبن رايت اللي أنجبت منه ولدين. هيدا كان كل شي صار خلال هالأسبوع، فقرات عديدة وأخبار مختلفة ترقبون الأسبوع المقبل بالموعد نفسه وأكيد من خلال فولو فوكس. سيكون هناك انتفاضات، سيكون انتفاضات وعمليات عسكرية في مناطق متعددة من إسرائيل تسبب ضجة لإسرائيل وتسبب أزمة إلى التنظيمات الإسلامية المتشددة مثل فتح وحماس و سيكون ضغط عليها عربيا ودوليا
لتخفيف الأزمة في القدس. في حرب على غزة ولا السنة إن شاء الله؟ لا بينعموا بي. ومرة سنة تتعرض غزة لدمار من جزء من القصف الإسرائيلي عليها. كذلك معتدين عليها. بعد فلسطين نرجع على ليبيا. ليبيا وضع صعب سابقا. ليبيا كوارث وأحداث في المناطق في ليبيا وأحداث كبيرة تقسم المناطق عن بعض، منها للاستفادة لمقاتلين متشددين لحصر مناطق التي فيها الآبار البترولية وتقسيم لأكثر من منطقة فيها، وبعضها من وراء مقاتلين متشددين في المناطق التي ستتعرض لسلطتهم لفترات متطاولة. يعني في مقاتلين ليبيين وضمنهم متشددين بدي يقطعوا الوصل في منطقة ليبيا لأجزاء لمصلحتهم الشخصية، ومن ضمنها إرهابيين كذاك الأمر من المتشددين الإسلاميين. يعني ليبيا مستمرة وفي تقسيمات صحيح. واقتتال بين الأطراف صح. تتعرض القنصليات والسفارات يستمر هالسنة تعرضوا كمان يستمر بالسنة الماضية كانت ذلك الأمر ستسبب لها مشاكل مع الدول الأخرى المتواجدة ضمن ليبيا. يعني حيصير في حظر على مناطق ليبية من وراء القنصليات والسفارات. تدخل أجنبي على أحلال السلام في بعض المناطق من الدولة لتهدئة الوضع، ولكن 2015 لن تكون ليبيا بمنأى عن الإرهاب والانفجارات الأمنية وحرب طائفية وعنصرية فيها بكافة الأطياف. الأردن حكومة لليبيا جديد من شهر شباط. شهر شباط بيكون في حكومة جديدة، بس كما يبدو يعني الأوضاع مش مستقبة. الأردن عم يمرق الوقت بسرعة. المخرج بعد معنا بس 8 دقايق من كل الحلقة. الأردن لأول مرة سيضرب الإرهاب في المملكة بقوة، وخاصة في انتفاضة حزب إخوان المسلمين داخلها. سيتحركوا الإخوان صحيح، وانتفاضة قوية ضد الحكم، ستفاجأ الدولة من الانفجارات في الوضع الأمني فيها. ظهور مسلحين متشددين يوميا في الشوارع، وتكون تحت ضمن الإرهاب بقوة، وتسبب لاشتباكات دائمة قوية ما بين الحدود السورية والحدود الأردنية الأكثر من المرحلة، ولكن تسبب اهتزاز أمني في الأردن بال 2015 لا سمح الله. إن شاء الله بيبقى الوضع مستقر. مين البحرين؟ البحرين يعني مثل ما بيقولوا عمليات خفيفة وانتفاضات ومظاهرات. ما في الإمارات العربية المفروض التحذير للاقتصاد، للوضع الاقتصادي صحيح. مرقوا قبل بالأزمة بس هلأ كمان قلناها سابقا من 6 سنوات والوضع جيد. السنة لا بأس، ولكن في مقاطعة سيكون في بعض انهيارات الاقتصادية في مناطق متعددة وتغطى من مناطق ثانية وتغطى من دول الخليج. بيدعموا بعضهم يعني صحيح. 2015 تركيا تركيا الأعنف في السنة بالانفجارات داخل تركيا من أحزاب معارضة ومن المتشددين ومن الحروب التي داخل على المواقع السورية التركية. انتشار الإرهاب تركيا السنة، وحذر تركيا من الإرهاب. قمة الإرهاب ستكون عليها من تسلل مطلوبين ومن تسلل من معارضة تركية إلى قلب تركيا، تسبب لها الدمار والأصعب السنة لتركيا ماديا واقتصاديا وإرهاب. ستكون تحت مرهل الإرهاب بال 2015 بقوة. بعد تركيا بدي إيران بدي مين؟ مع كل المؤامرات على إيران تحظى بتحالف قوي مع دول الغرب. يعني سنة إيران عندها انفراجات فوق المعتاد. لما سنة الماضية أن في إلى تسوية، وصار في تسوية لموضوع النووي، ويعطى لها أهمية كبرى على الساحة العربية وظهورها مباشرة في ساحات القتال. إيران السنة لها دور بحروب في ساحات قتال، يمكن العراق، يمكن سوريا. بدي أسألك كنت عن الجيش اللي ذكرت عنه. صحيح. وسيكون مباشرة ساحة القتال في العراق، وسوف تأخذ دعم دولي وأوروبي بالموافقة على هذا الموضوع.
حدوث الإرهابية طبعا. صحيح. نعم. حدوث عملية إرهابية في إيران تهتز لها الدولة لأكثر من مرحلة ولكن تكون ضعيفة ضعيفة التأثير. صحيح. تتعرض سفارات إيرانية في دول الغرب والدول العربية لهجمات إرهابية الأعنف. بال 2015 زلزال قوي يهز شرق إيران وسيكون سبب ضجة ويسبب بضحايا في الأبنية التحتية. وفاة لرجل عظيم ورجل دين من الطائفة الشيعية. غير للوفاة الرجل الدين بالعراق. صحيح. تحزن عليه كافة الأطياف العربية. لن يكون هناك أي حرب على إيران بال 2015. اليمن مثل المعتاد. اليمن سيكون سعيدا. هل يكون سعيدا يوما اليمن بشكل سليم؟ صحيح. بعد عن نفس الحالات ولكن هناك إعادة انتخابات بقوة في اليمن وزارية وعسكرية ورئاسية. في استقرار باليمن يعني من بعد شهر سبعة. من بعد شهر سبعة ببلش الاستقرار. حكينا عن نيجيريا سابقا. الوضع وعندك إياها بالأرشيف. هلا لضيق الوقت عم يعني عبر عم نتفاوض نحن والمخرج انه من مرق التوقعات اللي قلت لنا اياها السنه الماضيه عن اوروبا لنكسب الوقت لتوقعاتك في نيجيريا كانت الاهم وعلى اللبنانيين خاصه اللي حصلت توقعتها صحيح. صحيح. لهالسبب في تداخل من جيوش افريقيه لحلحله السلام والكشف الحقائق على العمليات الارهابيه وتجميدها في هذه السنه في نيجيريا. السودان